يعطيكم العافية. هلا إن شاء الله راح نكمل السنترال نيرفس سيستم بارت 2. الفور برين، طبعا بالمحاضرة اللي قبل كنا حاكيين عن الميد برين والهند برين، هلا دور الفور برين نحكي عنها. It compresses the diencephalon between brain، يعني في عنا منطقة جاية بالنص تعتبر سنترال، هي بنسميها diencephalon، رح نحكي عنها بالسلايد الجاي. Which is the central part of the fore brain، يعني هي الجزء المركزي من الفور برين. and the cerebrum، والcerebrum هي الهيمسفير الكبيرة، تمام؟ فهي عنا الcerebrum هذه كاملة الفولد، وهم تنتين طبعا. وفي عنا هون الثلمس، وفي عنا تحتها الهايبوثلمس، والباقي بنعرف. هلأ الدينسيفالون، في عنا الثلمس رح تيجي قدام الثيرد فنتركل اللي هو الفراغ اللي كنا حاكيين عنه. فعنا الانتيرير اند اوف ذا ثلمس، يعني الجزء الامامي من الثلمس، فورمز ذا بوستيرير باوندري اوف ذا انترفنتريكولار فورامن، رح يعمل لي الجزء الخلفي من الانترفنتريكولار فورامن اللي رح نحكي عنه. ذا اوبننج بتوين ذا ثيرد اند لاترال فنتركل، هلا في عنا الجزء الازرق يلي هون هو اللاترال فنتركل، تمام؟ وبتكون من ثلاث اجزاء، عنا الانتيرير هون والبوستيرير والانفيرير، وهي اللي بالنص هي الثيرد فنتركل. هلا الاتصال ما بين الثيرد فنتركل مع اللاترال هون، اللاترال فنتركل، هي الانتر فنتركولار فورامن، تمام؟ فالانتيرير بارت اوف الثلمس هو راح يكون عامل لي البوستيرير باوندري لهي الانتر فنتركولار فورامن. اما الهايبوثلمس فهي راح تكون تحت الثلمس، forms the lower part of the lateral wall and floor of the third ventricle، يعني رح تعمل لي الجزء السفلي وال lateral walls للثيرد ventricle. طبعا هون لما بنطلع احنا من جهة الشمال، هي عنا هون الثيرد ventricle مربوط باللاترال ventricle بالانتر ventricular foramen، طبعا LV معناها lateral ventricle وهي third ventricle. هلا لما ننزل بالcerebral aqueduct راح نوصل للفورث فنتركل هون، اوكي؟ والباقي مش مهمين صراحة. هلا هاي واحنا بنطلع من الجهة الشمال، طب لو بدنا نطلع من الجهة القدام، يعني من وجه الواحد نطلع على البرين، راح نلاقي اللاترال فنتركلز عاملين هيك، طبعا البوستيرير لورا ما راح يكون مبين من هون، في عنا هون الانتيرير وهون الانفيرير. هاي الثيرد فنتركل مربوط بالاكويدكت مع الفورث فنتركل. طبعا عشان توصلكم الصورة اوضح خلينا نشوفهم هون. الثلمس بالاول هيها هون، تمام؟ ففعليا حتى الثلمس مخبئ بألف طبقة قبل ما نوصل لها، عشان هيك هم بيحكي انه الداي انسيفالون كومبليتلي هيدن، اوكي؟ هلا نيجي لهون، هي عندي الثلمس، الاشي اللي هون هو الاشي اللي هون هو الثيرد فنتركل، فهو جاي ما بين التو ثلمس، لأنه هاي الثلمس وهاي الثلمس الثانية بينهم الثيرد فنتركل، أوكي؟ وهي اللاترال فنتركل، ففعلياً الاتصال ما بينهم يلي هي هاي هون ما بين الثيرد واللاترال هي الانتر فنتركولار فورامن، أوكي؟ لو نيجي نطلع من الانتيرير، كنا حاكين إنه بالانتيرير راح يبين عندي هاي التو لاترال فنتركل، وهي هون راح تكون هذه الثيرد فنتركل، تمام؟ نازلة لتحت لهون يعني، وهون الفورث فنتركل. طبعا الفورث فنتركل هي هون هذه السيريبرال اكويدكت عشان نوصل للثيرد فنتركل اللي محوط بالجهتين بالثلمس. هلا نرجع للسلايدات، في عنا حكينا عن هاي كاملة. هلا ننتقل للجزء الثاني اللي هو السيريبروم. هلا السيريبروم هي largest part of the brain، اكبر جزء من البرين، consists of two cerebral hemispheres، يعني كل جزء بيكون عباره عن هيمسفير، فهو متكون السيريبروم من two hemispheres which are connected by a massive white matter called corpus callosum. الكوربس كالوسم اللي هي هاي الجزء بيكون white matter، بيربط لي التو هيمسفيرز مع بعض. each hemisphere extends from frontal to occipital bones of the skull،
يعني كل السيريبروم ببلش من الفرونتال بون اوف ذا سكال بخلص في الاوكسيبتال بون اوف ذا سكال اخر السكال يعني بالجزء البوستيرير superior to the anterior and middle cranial fossa. هلا الكرانيال فوسا اللي هي التجاويف يلي جوا السكال، ففي عنا anterior وفي عنا middle تنتين وفي عنا posterior. هلا هون اللي بنحكي انه الهيمسفيرز تبعون السيريبروم جايين superior يعني فوق الانتيرير والميدل كرانيال فوسا، هاي الانتيرير وهاي الميدل جاي فوقهم، تمام؟ ليه؟ لانه البوستيرير فوق هالسيريبلم اذا متذكرين، بوستيريرلي تحتهم لايز اباف ذا تنتوريوم سيريبلاي. هلا في هون عشان يفصل لي ما بين السيريبلم والسيريبروم في زي غشاء اسمه تنتوريوم سيريبلاي، فالسيريبروم جاي فوق، تمام؟ فهو lies superiorly أو above التنتوريوم سيريبلاي، أوكي؟ وهم موجودين وين؟ بالأنتيرير والميدل كرانيال فوسا. هلا الهيمسفير are separated by a deep cleft، يعني التو هيمسفيرز كل وحدة على جهة مقسومين ب deep cleft يعني زي خندق أو شق عميق ما بينهم longitudinal fissure اللي هو شق طولي into two projects the flux fault cerebri اللي هي برضو غشاء رح يجي ما بينهم يفصل بالنص. فعنا الفالت cerebri رح يفصل ما بين two hemispheres من longitudinal part، أما اللي رح يفصلهم عن السيريبيلم هو التنتوريوم سيريبيلم. The surface layer of each hemisphere the cortex is composed of gray matter، يعني الجزء أو القشرة من الهيمسفيرز بنسميها الكورتكس عبارة عن gray matter. The cerebral cortex اللي هي القشرة is thrown into folds gyri زي ما احنا شايفين هون في الفولدز اللي هم الثنيات تبعون البرين بنسميهم gyri separated by fissures or sulci، يعني الأشياء اللي بتقسمهم أو الشقوق اللي بتقسم هاي الفولدز راح نسميها fissures أو sulci. This arrangement greatly increases the surface area of the cortex. يعني هاي الفولدز راح تعمل لي تزيد السيرفيس اريا المساحة تبعت القشرة. A number of large sulci are conventionally used to subdivide the surface of each hemisphere into loops. يعني هاي السلكاي اللي هي الفولدز ساعدت لي على انها تقسم السيريبروم into loops. Okay. which are named from the bone of the cranium that lie under. يعني كل واحدة من اللوبس يلي بالبرين بنسميها حسب هي تحت أي جزء من bone of the skull. فمثلا اللي جاية لقدام هون راح نسميها frontal، ليه؟ لأنها جاية تحت frontal bone. اللي هون راح نسميها parietal، واللي هون occipital، واللي هون temporal حسب أسماء العظام اللي هي جاية تحتهم. طبعا في عنا هون cerebellum جاي تحتهم وهي ال brainstem. هلا ال within the hemisphere يعني جوا الجزء الواحد is a central core of white matter. في عنا ال white matter مركزة بمكان واحد containing several large masses of gray matter the basal nuclei or ganglia. يعني لو نيجي نطلع على هاي الرسمة فهي في عنا ال gray matter جاية على الطرف جوا بالنص ال white matter. فجوا ال white matter حتى في عنا large masses of gray matter بنسميها basal nuclei أو ganglia اللي هم هدول ال nuclei of gray matter اللي جايين جوا ال white matter. هلا في عنا شكل a fan shaped collection of nerve fibers. ال nerve fibers أو axons بيعملوا لي شكل مثل المروحة مثل ما إحنا شايفين هون، بنسميه الشكل هاد corona radiata مجرد إنهم عاملين المروحة. لو نيجي نطلع لجوا فهي المكان اللي هم قاعدين يطلعوا منه زي المروحة هو الكورونا رادياتا. passes in the white matter بيمشي بالwhite matter. طبعا هو رح يكون طالع من هون لفوق فرح يكون ماشي عموديا جوا الwhite matter to and from the cerebral cortex to the brainstem. okay. يوصل ما بين البرينستم والcerebral cortex فهو رايح من البرين ستيم للسيريبرال كورتكس أو العكس. The corona radiata اللي هم هدول
كونفيرس يعني بيتوحدوا أو بيعملوا إشي يعني مجموعة منهم on the basal nuclei and the ganglia هاي and passes between them بيمشوا ما بين البيزل نيوكلياي أو الجانجليا okay؟ يعني بيجمعوا حالهم بحزمة وبيمشوا فيها ما بين الجري ماتر يلي جاي جوا الوايت ماتر as the internal capsule يعني الكورونا رادياتا هي الجزء العلوي يلي واصل لعند الجري ماتر تمام أما الجزء يلي بيكون مارق ما بين الجري ماتر اللي جوا الوايت ماتر أو البيزل نيوكلياي أو الجانجليا هي الانترنال كبسول اللي بنحكي عنها هون. هلأ السيربروم نكمل برضو The tailed nuclei situated on the medial side of the internal capsule is the caudate nucleus يعني في عنا هاي الثلمس أوكي؟ وهاي الكورونا رادياتا ماشية من هون أوكي؟ هلأ في عنا النيوكليوس جاي اللي هي الجري ماتر راح تكون عاملة زي التيل مثل الديل راح نسميها كوديت نيوكليوس وهي جاية ميديالي للثلمس يعني جاية للجزء الميديالي من الثلمس في عنا اشي تاني lens shaped nucleus مثل اللينس اللي هي العدسة on the lateral side of the internal capsule الانترنال كابسول هاي اللي حكينا عنها على اللاترال سايد منها في عنا lens shaped nucleus اسمها lentiform nucleus اللي هي هاي تمام فهي عنا اللينتيفورم نيوكليوس وهون الكوديت نيوكليوس within each cerebral hemisphere is a cavity called lateral ventricle يعني في عنا lateral ventricle اللي كنا حاكين عنه هون موجود جوا كل واحدة من التو hemispheres هون لما نطلع هاي الجلوبوس باليدس والبيوتامين هم طبقات بيجوا تحت الثلمس تمام النيتوفورم النيوكليوس في عنا الكوديت حكينا جاية ميديالي لإلها وهي الكورونا رادياتا وهي البودي اوف الكوديت النيوكليوس وفي لإلها هيد وفي لإلها تيل آخر إشي هون برضو مش مهم صراحة نرجع نحكي اللاترال فينتريكلز اللي هم هدول communicate with the third ventricle through the interventricular foramina اللي هي هاي اللي واصلة ما بينه وهاي الرسمة حكينا هلأ ننتقل للجزء الثاني بدنا نحكي عن major divisions of the peripheral nervous system اللي هي peripheral nervous system comprises the cranial and spinal nerves and their associated ganglia يعني بيتكون من cranial و spinal nerves اللي طلعين من cranium البرين والspinal cord مع الganglia تبعتهم حكينا اتفقنا انه الجانجليا هي السيل باديز اللي بتكون outside the central nervous system the cranial and spinal nerves are made up of bundles of nerve fibers supported by connective tissue يعني هدول النيرفز ما بتكونوا من one axon او one nerve fiber بيكونوا بندل يعني حزمة مع بعض ومدعمين بconnective tissue the 12 pairs of cranial nerves leaves the brain and passes through the foramina in the skull هلأ الفورامينا in the skull اللي هي نفسها الفورامين ماجنوم إذا متذكرينها منها بيطلعوا الكرانيال نيرفز وبيمشوا هم جايين 12 بيرس أو 12 زوج طبعاً الدكتور ذكر الأرقام مع الأسماء فأتوقع أنه حفظ هلأ في حال كان حفظ لقيت طريقة ممكن تكون سهلة هلأ خلينا نفترض حالياً إحنا برمضان أوكي فمجرد من شم ريحة الأكل أول إشي راح يشتغل عنا إيش الأولفاكتوري اللي هي الأعصاب تبعون الشم رقم 2 راح يشتغل عن النظر ليه لأني أنا شميت الريحة بدي أروح أشوف إيش اللي أنا شميته أوكي بالمطبخ مجرد ما شميته راح يتغير التعبير تبعون عيوني راح يتوسع عشان أشوف الأكل منيح ففي عنا 3 اللي هي أوكيلوموتر برضو اللي هي الأشياء الحركية أو العضلات الحركية بالعين وفي عنا 4 تروكلير برضو إشي اللي دخل بالنظر يعني هلأ هون اللي راح يخربط الدنيا إنه في رقم 6 اللي هي أبدوسنس برضو للعين فإنه هاي صرنا حكينا 1 2 3 4 نطينا عن 5 جينا على 6 عند العين ماشي هلأ بنرجع لرقم 5 اللي هي بتبلش تعبير وجهي تتغير أنا بدي أكيف ما أكيف حسب إيش شفت طبخة حبيتها ما حبيتها اللي هي الترايجيمينال راح يغير لي
ophthalmic والmaxillary والmandibular parts of the face. okay. بعدين عجبته الريحة مبين. المهم اللي هي جاية هون طبعا خمسة حكينا، هون ستة، هون نرجع سبعة الفيشل بارت. اوكي هسه بعد هيك بصير اسمع اصوات، مثلا سمعت صوت الطنجرة فتحت سكرت ما علينا، اللي هي جاية رقم ثمانية فيستيبيولو لوكيولر بارت اوكي او نيرفز، اللي هي للاذن، الكوكلير اللي هي للقوقعة، وال هدول الأنابيب الملتوية كأنه كان اسمهم اللي هم الفيستيبولر. هلأ افطرنا أدن هون بعد، أو آسفة هون خلينا نحكي سمعت الأدن أوكي. بعد هيك بدي أكل، فراح أستعمل الجلوسوفرنجيل اللي هي الخطوة تسعة، بيصير الأكل يفوت على التم، بعد هيك وين بينزل للمعدة، بصير بدي أتنفس وإلى آخره، اللي هي عشرة للفيجوس اللي هو راح ينزل لتحت للأبدومينال وول. بعدين خلصت المهمة تبعتي راح ألف وجهي اللي هي 11 الأكسسوري، آخر إشي الهايبوغلوسل هاي خليها عليكم. وبس. هلأ الكرانيال والسباينال نيرفز، عنا 31 pairs of spinal nerves leaves the spinal cord and pass through the intervertebral foramen in the vertebral column. يعني في عنا 31 زوج من السباينال نيرفز بيطلعوا من السباينال كورد من خلال الانترفيرتبرال فورامينا بالعمود الفقري. في صورة أظن للانترفيرتبرال فورامينا هون، هاي الفيرتبرايز في بينهم انترفيرتبرال فورامينا، منها بيطلعوا الكرانيال نيرفز أو أسفل السباينال نيرفز. هلا السباينال نيرفز are associated with regions، يعني بس بتقسموا لمناطق. في عنا 8 cervical، بعدين 12 thoracic، بعدين 5 lumbar و5 sacral و1 coccygeal. هلا ننتبه انه في عنا 8 cervical nerves بس cervical vertebrae هم 7 والcoccygeal nerve هو 1 بس هم فعليا 4 vertebrae، وهي بس مبينة المنطقة تبعتهم. هلأ each spinal nerve is connected to the spinal cord by two roots. كل واحد من spinal nerve مربوط ب two roots مع spinal cord. anterior root وال posterior. هاي anterior وال posterior. طبعا عشان نميزهم عن بعض ال posterior هو فيه الganglia. The anterior root consists of bundle of nerve fibers carrying nerve impulses away from CNS efferent. هلأ اتفقنا انه ال anterior هو الموتر، فهو اللي راح يقوم بالعمل، فهو منطقيا راح ينقل لي الامبلس بعيد عن السنترال نيرفس سيستم، راح يكون افيرنت زي ما احنا بنحكي هون، وبيكون بندلز اوف نيرف فايبرز. اتفقنا انه النيرف ما بينتقل كاكسون واحد، بينتقلوا كحزم. those that go to skeletal muscle راح يروحوا للعضلات الهيكليه and cause them to contract our motor fibers، هم الموتور فايبرز اللي راح يروحوا عشان يعملوا لهم contraction عن طريق النيوروماسكولار جانكشن، بينقلوا لهم الامبلس وبيتحركوا. Their cells of origin lie on the anterior gray horn of spinal cord. يعني الخلية أو السيل بودي تبعت الأكسونز هدول أو النيرف فايبرز راح تكون موجودة بالانتيريور هورن of الجراي ماتر يلي جوا السباينال كورد عشان تعمل الانيشيشن للامبلس من عندها بعدين تنقله. البوستيريور روت اللي هو الجزء الخلفي consists of bundle of afferent، راح تحمل afferent يعني راح تحمل الامبلس وتجيبه للسباينال كورد، that carry nervous impulses to CNS، راح تنقله للcentral nervous system. because these fibers convey information about sensation، لانهم بيحملوا المعلومات الخاصة بالحس مثل touch, pain, temperature, vibration، سميناهم sensory fibers. The cell bodies of these nerve fibers are situated in a swelling on the posterior root called the posterior root ganglion. يعني في عنا انتفاخ بال posterior root بنسميه ال posterior root ganglion جوا cell body تبعت ال motor أو sensory nerve fiber. فهي عنا sensory بتجيب من ال skin مثلا pain خلينا نحكي، وبتوديه لل spinal cord عشان يوديه للسنترال نيرف سيستم. أما الموتور
فهي بتجيب الإمبولس من Central Nervous System والسيل بودي تبعها هون هيو، وبتنقله للسكيليتن مسل أو الأورغانز. الspinal nerve would pass from the spinal cord to the level of the respective intervertebral foramina. يعني الspinal nerve root اللي هم الروتس هدول راح يطلعوا ويمشوا ليوصلوا لحد المستوى اللي قريب منهم من الانترفيرتبرال فرامينا عشان يطلعوا منها. Where the unit to form a spinal nerve، يعني البوستيرير والانفيرير ما بضل كل واحد مع حاله، بيتحدوا عشان يطلعوا مرة واحدة. فما دام اتحدوا وطلعوا مرة واحدة، إذا كل نيرف طالع منهم راح يكون ميكس فيه سنسوري وموتور. Here the motor and sensory fibers merge together, thus the spinal nerve compresses both motor and sensory nerve fibers. رح يكون محتوي على التنين. طبعا هون حكينا انهم الروتلتس، هون الانتيرير او الفنترال روت، هاي الدورسل بتحدوا عشان يعملوا الspinal nerve، وهون بس مجرد انهم عاملين ميكس. هلا الكرانيال والspinal nerve because the disproportionate growth in length of the vertebral column. أوكي. هلا ما في عندي تناسب بالنمو ما بين spinal cord وال vertebral column اللي هو العمود الفقري، عشان هيك كنا حكين إحنا إنه spinal cord بيوقف عند lumbar region، صح؟ فمدام بيوقف عند lumbar region طبعا ال vertebral column بكمل، ففي عنا هون إشي مش مناسب ما بينهم، فراح يصير في عنا أشكال راح نحكي عنها. In length of the vertebral column during development، يعني خلال تطور الإنسان بالنمو، يعني compare with that of the spinal cord، بالنسبة للspinal cord the length of the roots increases progressively from above downward. أوكي. يعني لما ننتقل من فوق لتحت راح length يزيد للroots. الroot هون زي ما احنا شايفينه قصير لأنه راح يكون قريب من الإشي اللي راح يغيب فيه. هلأ كل ما ننزل لتحت راح نصير نبعد، فراح يصير الروت يطول زي ما انتو شايفين هون، هاي الروتس كتير طوال صاروا. طبعا هون كنا حاكين الفايلم تيرمينال اللي هي محل ما البيامتر كانت عاملة تيرمينيشن، وهون الكونس ميدلاريس محل ما خلص السباينال كورد عند اللمبر ريجن. الأبر سيرفيكال ريجن اللي هم هدول، the spinal nerve roots are short and run almost horizontally. يعني الروتس جايين صار وتقريبا بشكل افقي ماشيين. But those roots of the lumbar and sacral nerves، بس اللي موجودين باللمبر والساكرال region below the level of the termination of the cord، تحت المنطقة اللي خلص فيها spinal cord اللي هي الكونس ميدلاريس، form a vertical leech of nerves around the phylum terminal. يعني راح تعمل هون راح تمشي زي بشكل عمودي او جنب بعض عشان بعدين يتوزعوا تحت الكونس ميدلاريس. طبعا lower border of the first lumbar vertebrae in adult، طبعا هاي الحكي وين بنلاقيه؟ تحت اللمبر ريجن نمبر 1، اسفل اللمبر vertebrae نمبر 1 عند الادلت. فهي عندنا ال L1 جاي هو تحت الحكي اللي احنا عندي نحكي عنه انه الروتس بتطول. Together these lower nerves roots are called the coda equina. فهدول الروتس اللي احنا عندي نحكي عنهم انهم بيكونوا طوال عشان يطلعوا ويوصلوا هم الكودا equina. هلا after emerging from the intervertebral foramina، يعني بعد ما يطلعوا من الانترفيرتبرال فرامينا، each spinal nerve immediately divides into large anterior ramus، راح ينقسموا لأجزاء. الانتيرير ريموس راح يكون عددهم كتير كبير، أما البوستيرير راح يكون smaller number، each containing both motor and sensory. اتفقنا عليها. The posterior ريموس اللي هي اللي راح تروح لورا passes posteriorly around the vertebral column، تمشي وراء العمود الفقري to supply the muscles and the skin of the back، عشان تغذي منطقة الظهر سواء المسلز أو الجلد. الانتيرير ريموس continues anteriorly to supply the muscles and skin over the anterior lateral body wall، يعني رح تيجي لقدام عشان تعمل supply لكل العضلات والسكين اللي بالجهة القدام خصوصا anterior lateral and all muscles and skin
of the limbs وبرضو لل upper limb وال lower limb زي ما احنا شايفين هون في عنا السترينث راح تكون ماخدة السنسوري وفي تحتيها skeletal muscle راح تكون ماخدة الموتور وراح يروحوا طبعا للسباينال كورد عبين ما يفوتوا عليه وبهاي الطريقة بتنتقل الأخبار طبعا هون مثلا في عندي heat فراح يشتغل عندي السنسوري نير فايبر وتروح طبعا بتمشي بالدورسال روت عبين ما توصل للجري ماتر تنقله للسنترال نيرفس سيستم فبنزل الأمر بالموتور نيرفس سيستم عشان يروح ويحرك العضل The anterior rami join one another at the root of the limb يعني ال anterior rami اللي كنا حكينا عنهم هدول رح يعملوا joining مع بعض يتجمعوا مع بعض عند الجذر تبع كل limb مثلا ال root of the upper limb أو ال lower limb to form complicated nerve plexus عشان يعملوا ال nerve plexus ال cervical وال brachial plexus موجودين بال upper limbs أما ال lumbar وال sacral plexus موجودين بال root لل lower limbs هون اللمبر بلكسس والساكرال وهون السيرفيكال هيهم بالرقبة رح يكونوا والبريكال بلكسس للإيد هلأ نحكي عن الجانجليا الجانجليا can be divided into sensory ganglia of spinal nerves posterior root ganglia يعني الجانجليا اللي هي السيل بوديز اللي برا nervous system central nervous system ثلاث أقسام ممكن نحكي عنهم cranial nerves أو autonomic ganglia أو أسفة هم التنتين بس الأوتونوميك جانجليا أو سنسوري جانجليا السنسوري جانجليا ممكن نلاقيها بالسباينال نيرف مثل ما كنا شايفينها هون اللي هي هادي أو ممكن نلاقيها بحالات بالكرانيال نيرفز اللي هم الاثناش اللي حكينا عنهم نبلش فيهم واحدة واحدة هلا السنسوري جانجليا سنسوري جانجليا are fusiform swelling on the posterior root of each spinal nerve يعني هي عبارة عن انتفاخ على الجزء الخلفي من الروت لكل واحد من السباينال نيرفز just proximal to the roots junction with the corresponding anterior root يعني السويلينج جاي قريب من منطقة الجوينينج ما بين الانتيرير والدورسال روتز they are referred to as posterior root ganglia هم نفسهم البوستيرير روت ganglia similar ganglia found along the course of cranial nerves هلا الجزء من السنسوري اللي بيشبههم موجود بالكرانيال نيرفز مش بالسباينال نيرفز جايين عند نمبر 5 7 8 و 9 و 10 are the sensory ganglia of these nerves يعني في لهم طبعا هذه الرسمه صراحه مش واضحه بس المهم نفهم انه السنسوري ganglia ممكن تكون على الكرانيال نيرفز يلي طالعين طبعا هون في عنا الكاروتيد ارتري فاحنا بنحكي هون بمنطقه الرقبة في عنا الفيجاس هيو 5 في اللي له الجانجليا وفي السباينال اكسسوري مثلا اللي جاي نمبر 11 في ما في لها جانجليا هون في عنا جانجليا عند نمبر 7 حسبين هلا الاوتونوميك جانجليا اللي هي النوع الثاني وتشار اوفن irregular in shape غالبا شكلهم ما بيكون regular are situated along the course of the efferent nerve fibers of the autonomic nervous system يعني موجودين على طول النيرفز اللي راح يكونوا طالعين من الاوتونوميك نيرفس سيستم سواء سمباثيتك او باراسمباثيتك they are formed or they are found in the paravertebral sympathetic chains around the roots of the great visceral arteries in the abdomen and close to or embedded within the walls okay هلا ننتفع شغله في عنا السيمباثيتيك جانجليا راح تكون قريبة من الفيرتبرال كولوم ليه عشان تحمل الامبلس بسرعة أكبر تمام راح يكون عندها البري سيمباثيتيك أرجون قصير والبوست هو الطويل فهي راح تكون أقرب لإيش لل نيرفس سيستم اللي هو راح يكون السباينال كورد بينما ال parasympathetic راح تكون بعيدة أقرب للأعضاء عشان راح تعطي الأمر للعضو عشان يعمل العملية على راحته هلأ بدنا نحكي إحنا عن sympathetic sympathetic موجودين على roots of the great visceral arteries يعني في عنا arteries اللي موجودة بالمنطقة حوالين vertebral column راح تكون موجودة هاي الجانجليا على roots of them يا أما راح تكون موجودة على walls تبعونهم
أو على الفاريوس فيزيرا، على الوولز للحشوة أو للإشي اللي حوالين الفيرتبرال كولوم. فاللي إحنا شايفينهم هون ممتدين هم السيمباثيتك جانجليا هدول. وهيك خلصت المحاضرة، ويعطيكم العافية.